سيدي، عندي واحد البنت تقريبا عندها في العمر ديالها دابا 34 عام، اختفت لي يا سيدي من 2013، وتنطلب من الناس اللي تيشوفوها. ما خليت طنجة، ما خليت الرباط، ما خليت مكناس، فين ما كانت تمشي نقلب، ولدابا مازال ما لقيت تا حاجة ديالها. وتنطلب من الناس اللي شافها يعلم بها ولا يقولها لينا، ما عرفنا حية ولا ميتة. عندي هاد الدرية بنتي الأخرى، كانت سيدي نقول لك نهار الخميس في 9 الشهر كانت في الصناك تتاكل واحد هومبورغي ولا بانيني ولا تشدوها شي حدين، هما 5 عندهم تريبورتور، ويتكرسوا عليها تبغاو يطلعوها بزز التريبورتور، ما بغاتش، ضربها بلا كروز للراس، ضربها ليديها، راسها في 3 الغرزات و3 الغرزات في يديها. وتنطلب الحقوق ديالي من هاد البنت هادي. وعندي دابا المرأة اللي مريضة، انا اللي مكلف في كل شيء، لا من المارشي لا من كل شيء، ما تتحركش، يلاه نقرب ليها تتصاوب لينا باش ناكلو، رجلين منفوخين فقوصة على بنتها، وزاد كملت لينا هاد الشيء هذا، وهي طايحه في الفراش مازال دابا جايه شحال تطلع عليها لا طونسيون 23، رجلين منفوخين ما تتمشي من هنا للكابينه ما تتوصلش. وتقريبا انا راه في الجهد ديالي دابا 72 عام دابا، راه انا اللي بديت نستحمل كل شيء، وهي راه مسكينه هي جالسه تيشوف فيها الله اش دير. تنطلب الله من المحسنين يتعاونوا مع هاد المراه هادي. هاد الشيء اللي قال لكم راجلي هو اللي كاين، راه ما كان نوض، ما كان خرج، ما والو، جالسه راه كان ندير شي حاجه، ما جالساش، ما خلاش نوض، راه ما كان قدش رجلي هي معطوبين، ما قدش خليت، ما درت والو. والمشكل ديالي هي بنتي، لا جات بنتي غنولي لاباس، غير تجي تشوفها ولا صباح اخبارها غتولي لاباس، هي المفقصه ديالها اللي مرضاني. ودابا تنطلب من المحسنين اللي شافها، الله يرحم ليه الوالدين، اللي شافها يقولها لي. ايوا المرض راني اللي جمعت نشري بها الدواء، خلي راسي ولات نشري الدواء، ما نقدرش نبقى بلا دوايات. ها دواء القلب، ها هو الطنسيون، ها هاد الرجلين، ها هو. حمدنا ربي وشكرنا، اللهم لك الحمد، والله يرحم الوالدين. هاد صويرتها اللي شافها عيط ليا، لا حيه عيط ليا، ولا مشدوده عيط ليا، ولا اللي واقع ليها غير عيط ليا ونشوفها بعدا. وكنطلب من الله، بقى الله يرضى عليها، يفرجها بالرضا ويغطيها بيه، ولا ماتت الله يرحمها، وباقي حيه تجي عندي تشوفها قبل ما نموت. راني مريضه مهزه قلبي بزاف في قلبي على قبلها. ايوا هادشي اللي كنطلب من المحسنين، الله يرحم لكم الوالدين. نهار اختفت شنو هو السبب الرئيسي حتى تخلص من الدار؟ لقشت هي واختها الصغيره، لقشت خرجت في رمضان في 27، مشات لقشت هي واختها وخرجت، ما عرفتهاش فين زادت لدابا 7 سنين هادي. دابا مرتبنا من فراسكم بانك تعرف شي واحد يقدر تعرف؟ لا لا، تعرفت واحد فاميلنا في الدار البيضاء، مشات جلست عند الوالده واحد 3 ايام من تما اختفت. دارنا حنا ولا دارهم هو في الدار البيضاء، ما كاينش حتى واحد في الدار البيضاء. انا في الدار البيضاء مشات شويه جلست تما، ما عادش شي 3 ايام 4 ايام، وزادت 3 ايام تما، زادت زادت لطنجة. قالوا كانوا جديده مشيت من هنا. ايوا دابا الناس يقولوا لي ودي راه حرقت مشات لاسبانيا، ودابا انا تنشوف هاد البنت مشات لاسبانيا تعيط ليا في ما كانت تعيط ليا. هادشي اللي تنطلبو، ولا ماتت الله يرحمها، اش غادي ندير؟ لا ما عندي، ما عندي شي.